رواية كأنني لم أكن، رواية جيلين كرديين عاشا فترة مؤلمة وعصيبة من حياة الشعب الكردي ومن تاريخ الشرق الأوسط. الجيل الأول أورث الجيل الثاني الكثير من الآلام والمشاكل والتجارب والنصائح. الجيل الثاني عاصر ثورة في سوريا، الجيل الأول عاصر ثورة في كردستان. حزنهم حزن الواقف في جنازة عزيز عليهم، يلقون عليه النظرة الأخيرة، يتأملون الحقائب المتكومة وسط الصالة كأنها جثث ضحايا حرب مدرجة بدمائهم، أو كحطام مدينة تحت قصف طيران الغزاة. صمت أليم يخيم على المكان لم يعهدوه من قبل، ليس كالصمت الذي يسبق العاصفة، بل الصمت الذي يأتي بعدها، صمت مذهل يفترس كل الأصوات، يدور بهم كنفق حلزوني أشبه بالدوامة والمتاهة اللتين تبتلعان كل ما يصادفهما. أعينهم محتقنة بالدمع تنتظر لحظة الانفجار، يفيض الشوق من قلوبهم إلى هذا المنزل ويعتصرها قبل مغادرتهم له. تجوب نظراتهم أرجاء وزوايا الصالة، نظرات اعتذار وداع تفحص وتضرع، تطلب الصفحة والعفو والمغفرة من البيت. انتهى شالاو من نقل كومة الحقائب إلى الشارع قطعة قطعة، ثم بدأ بترتيبها داخل الشاحنة الصغيرة التي تنتظرهم كي تقلهم إلى المطار. تأكدت نتالي من إطفاء المصابيح وإقفال صنابير المياه. جابت غرف المنزل للمرة الأخيرة مع إدخالها المفتاح في قفل الباب وسماع صوت طقاته أثناء الإقفال. انفجر البكاء وفاضت أعين الثلاثة بالدمع المدرار. رأتهم مريم يبكون من دون معرفة السبب، فبكت، بكى معهم سائق الشاحنة والرصيف والشارع، وبكى ذلك الصمت أيضا. بدأت الشاحنة سيرها، رأس أولغا على كتفه اليمنى، مريم مرتمية في حضن جدتها كأنها غافية، وليست بغافية. لم يشأ أحد الجلوس إلى جوار السائق، وآثروا البقاء معا في عربة الشاحنة إلى جوار الحقائب حتى لحظة الوصول إلى المطار الذي يبعد مسافة ساعة ونصف من منزلهم في الطرف الآخر من المدينة. أعين أولغا وأمها مغمضة تحاول الحفاظ على الصور الأخيرة للمنزل كي لا تخالطها صور الافتراق عنه فتصبح لصيقة الذاكرة البصرية الأليمة التي ستبقى تسكنهما. فقط شالاو عيناه مفتوحتان تتأملان بنظرات منكسرة مشهد ارتجاج صورة البيت وهو يبتعد هباعا يضيع في الشوارع، وتضيع هي في شوارع وأحياء جديدة، تختفي في عب أخرى، وهكذا. مشاعر الفقدان والخسران والحسرة على مغادرة تشقند لم يشعر بها شالاو أثناء تركه حاج عمران خلفه والاتجاه نحو مهابات مقاتلا. هذه الأحاسيس لم يشعر بها أيضا أثناء تركه مهابات خلفه متجها نحو مقارعة العدو خارج المدينة. غيرت تاشقند حياته وتكوينه النفسي والمعرفي، قلبته رأسا على عقب، منحته العقل الذائق والتأمل في الحياة والاستمتاع بها. هذه المدينة الغريبة أسست تجربته وخصبتها، هي مكان ولادته الثانية أو مسقط رأسه الحقيقي، أول مدينة عاش فيها ذلك الفتى الذي تحول من راعي قطيع صغير من الغنم إلى مقاتل في قطيع كبير من المقاتلين، يقودهم راعي زعيم. علاقته بتشقند هي نفسها علاقته بالحب الكبير واللغة
والثقافة والمعارف والخبرات التي حصل عليها هي الرحم الذي أنجبته وأطلقته للعالم والحياة مرة أخرى. رواية كأنني لم أكن يمكننا اعتبارها على أنها رواية منازل وبيوت، بالإضافة إلى أنها رواية أمكنة. هذه المنازل والبيوت لا تقاس بحجم مساحتها، بل بحجم الذكريات التي تختزنها. ربما تكون ذكريات أفراد أو عوائل مختلفة في الانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي، لكن هذه المنازل تبقى أمينة على حفظ ذاكرة هذه العوائل، هذه الأسر المتنوعة. فكل بيت متحف ذكريات، كل بيت خزين من ذكريات من عاشوا فيه أو تعاقبوا في العيش داخله واحتوت جدرانه. تبدو الرواية وكأنها قطار تقل القراء وتجوب بهم في أمكنة متنوعة ومختلفة قوميا وجغرافيا. تبدأ الرحلة من قرية حاج عمران في كردستان العراق، ثم تتجه الرحلة إلى مدينة مهابات في كردستان إيران، فمدينة طاشقند في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم العودة عبر البحر إلى العراق، بدءا من مدينة البصرة فبغداد فأربيل فحاج عمران، فعودة إلى أربيل مرة أخرى، ثم الاستقرار في دمشق، وبعدها المغادرة إلى باريس والاستقرار هناك. باريس مدينة الأنوار التي شهدت تلك الهجمات الإرهابية المروعة. حركة متتالية من النزوح والهجرة عاشهما هذان الجيلان، وكأنهما يعني توارثا النزوح والآلام. الجيل الثاني ولد في دمشق واندمج في المجتمع السوري، يعني لم يتخلى عن هويته وجذوره، لكن تلك الهوية أضيف إليها الموروث العربي السوري وأشياء جديدة قللت من الشحنة القومية لدى الجيل الثاني، وهذا معروف لدى الأكراد الذين عاشوا سواء في دمشق أو في بيروت أو في بغداد أو في عواصم عربية أخرى. الأكراد الذين اندمجوا في تلك المجتمعات بقوا يعني محافظين على أصلهم وانتمائهم الكردي، لكن أضافوا إلى هذا الانتماء انتماءات أخرى. فتح باب السيارة، بدا الزمن لديه متخثرا شديد البطء، يظن أنه سيجد والده أو والدته خلف باب الحوش ينتظرانه، فيعانقهما بشغف ولهفة المشتاق العائد إلى الحياة من الموت. نسي زوجته وأمها وطفلتيه في السيارة. سيطر عليه إحساس الطفل الذي كان يركض وراء دجاجات أمه في حوش الدار ويدخل الغنم إلى الزريبة. لحظات عصيبة من الفرح والقلق، الترقب والخوف من المفاجآت وما يخبئه ذلك الباب الخشبي شبه المتهالك خلفه، الأبواب المغلقة، رواة يتكتمون على روايات لا يروونها إلا لمن اصطفتهم الأمكنة والأزمنة
للاستماع إلى الحكاية. أبواب البيوت أفواهها والنوافذ أعينها. وضع يده على الخشب، صار يتحسس الباب تحسس الأعمى للأشياء. لم يكن مغلقا بأحكام، دفعة خفيفة جعلته ينفتح على صمت كئيب وحوش مكتئب ومنزل مهجور ينضح بالحزن والكآبة. حاله كحال رجل مسن متهالك ينتظر نفخة الموت الأخيرة كي تنهي محنته وتطوي صفحته من كتاب الحياة. والآن وجد تلك النفخة التي لطالما انتظرها. القرية والطريق المؤدية إليها كانتا تضجان بالربيع ونهوض الطبيعة وجمالها الخلاب، إلا أن منظر بيت شالاو بدا وكأنه لطخة الخريف المريعة المنفرة وسط لوحة الربيع الضحوك. بدأ الارتعاش يدب في أوصاله مفاصله وركبتيه، يخشى مما يمكن أن يخفيه باب المنزل أكثر مما أخفاه باب الحوش. راعه منظر البيت وأفزعه سلسلة حديدية سميكة وصدئة تشد درفتي الباب إلى بعض، يتدلى منها قفل كبير. من كمم فم البيت بهذه الطريقة لا يراد له البوح بما به، لا يود القفل لأحد اقتحام حرمة صمت البيت وحزنه عقب مغادرة آخر شخص له. أمسك القفل وحاول فتحه عنوة، أتاه هاتف غريب بصوت مألوف يأمره بالتوقف وألا يمعن في تجريح المنزل وتقليب أحزانه أكثر. أيها الغريب العائد إلى بيتك، عد من حيث أتيت، ما عاد البيت بيتك، ذلك القفل وسلسلة الحديد تلك لهما في هذا البيت أكثر مما لك فيه. إن تماديت في إزعاج القفل والسلسلة فسترى منهما ما يزعجك وربما ما يودي بك، فحذاري وقف، عد إلى هنا حين تأخذ الأمانة من صاحبة الدار.